محافظ صلاح الدين يطلق حملة إعمار واسعة في ناحية الحاتمية ضمن استراتيجية توظيف المال العام لخدمة المواطن. محافظ صلاح الدين يحدد أولويات وأماكن السيطرة النموذجية ويعد الجهد الاستخباري خياراً مركزياً لإفشال مخططات داعش. حملة كبيرة في صلاح الدين لتجريف وتطهير الجزر الوسطية بنهر دجلة ودخول قانون سامراء عاصمة للحضارة حيز التنفيذ. اتفاق عراقي أردني على الشراكة الاستراتيجية للإعمار ومحاربة الإرهاب وتوقعات بتصويت البرلمان على الموازنة في الأسبوع المقبل. نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. أطلق محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل حملة إعمار واسعة شملت كل القطاعات الحيوية في ناحية الحاتمية ضمن خطة متكاملة توازن بين توظيف المال العام لخدمة المواطنين حصرا وبين التخطيط وتقديم جدوى المشاريع. وأكد خلال زيارته للناحية ولقائه مسؤوليها والأهالي بحضور النائب مهدي تقي على تخصيص الجهد والوقت لتنفيذ مشاريع يتلمسها المواطن وترتقي بالواقع الخدمي في الناحية، موجها دوائر الموارد المائية والطرق والجسور والصحة والتربية وكل القطاعات الخدمية للشروع بإجراء الكشوفات لإحداث تغيير ملموس والارتقاء بواقع الناحية، داعياً الأهالي إلى التعاون في تنفيذ المشاريع خصوصاً تطوير الطريق الرئيسي باعتباره شرياناً مهماً في حركة المواصلات والتجارة مع محافظة ديالى. إلى ذلك أثنى عضو مجلس النواب مهدي تقي على جهود المحافظ وحرصه على تقديم الخدمات بهمة عالية وكفاءة مهنية ومتابعة مباشرة، مؤكداً دعم توجيهاته في الإعمار وتنفيذ خطط الاستقرار. وأعلن محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل في حديث له مع شيوخ ووجهاء عشائر الحاتمية البدء بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية المهمة للمواطنين وضمن الإمكانيات المتاحة لحكومة المحافظة. اليوم نظام العمل راح يكون بناء على الأساس هو خدمة المواطن، لأن المواطن تقصر بحقه بشكل كبير. يعني كان التخطيط صحيح راح احنا نقدر نروح باتجاه البناء وإيصال الخدمات للمواطنين. يعني أقول لكم أنه احنا خطتنا بها كالآتي: الخطة الأولية اللي هي راح نمشيها بجدول زمني محدد، وأخذنا القرار بالمشاريع راح ننفذ البناية مال الناحية بالمنطقة المحددة إلها، راح نأهل البناية نسويها بطاقة موحدة وجنسية، راح نعطي 10 كيلوات تبليط للمناطق المهمة، راح ندخل مشروعين مي ضمن الخطة مال دائرة الماء، مشروعين مي يدخلن اللي محتاجينهن، وراح أيضا نروح باتجاه تبطين القناة الإروائية بحدود 1800 متر، هذه أيضا ضمن إمكانياتنا. وأشاد الشيخ الدكتور يوسف محمد الهذال شيخ عشيرة بني تميم العتاتبة بجهود محافظ صلاح الدين في تنفيذ المشاريع الخدمية بناحية الحاتمية التي تلبي حاجات المواطنين. شرفنا اليوم بزيارة سيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر الجبوري، وكان يعني اللقاء ممهد له من قبل مدة وعدنا بالقدوم، وكان أيضا موافق على عدد من المشاريع، وأتى اليوم بالبشرى بتنفيذ هذه المشاريع إن شاء الله، وإن شاء الله مستبشرين خيرا بإنجاز مستوصف رئيسي في المنطقة على خطة عام 2021، فالأمور إن شاء الله تبشر بكل خير وقدومه خير إن شاء الله. شكرا له وللوفد المرافق له على هذه الخدمات وهذه البشرى لأهالي الناحية، شكرا جزيلا.
قال محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن توسيع قنوات العمل الاستخباري يمثل خيارا مفصليا في المواجهة مع الإرهاب، ما يستدعي مراجعة شاملة للسيطرة الأمنية داخل المناطق، وبما يبعث رسالة اطمئنان للمواطن ويسهل متطلبات حياته اليومية. وشدد المحافظ خلال جولة ميدانية في منطقة العبايجي لاختيار أماكن ومتطلبات إنشاء سيطرات نموذجية في مداخل المحافظة على ضرورة الدمج بين المكان والمستلزمات الفنية المتطورة لرفع مستوى الأداء وتحسين النتائج، مؤكدا أنه سيتم نشر 4 سيطرات مركزية على الحدود مع نينوى وكركوك والأنبار وبغداد، إضافة إلى 3 أخرى في مداخل تكريت الشمالية والجنوبية والشرقية، فضلا على إقامة 4 جسور للمشاة لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع حوادث مرورية مؤسفة. ورافق المحافظ خلال جولته قائد شرطة صلاح الدين اللواء قندير خليل ومدير التخطيط ومهندسين من ذوي الاختصاص. تمكنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة، وأعلنت المديرية أن عملية إلقاء القبض جاءت خلال حملة أمنية واسعة شملت الأقضية والنواحي في المحافظة، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على 14 مطلوبا للقضاء، بينهم وفق المادة 4 إرهاب. أعلن مدير ناحية مكاشيفة طالب محمد إنجاز وحدات الجيش والهندسة العسكرية 40% من عمليات تجريف وتطهير جزر نهر دجلة الممتدة من سامراء إلى تكريت وبطول 40 كيلومترا لمنع عناصر داعش من استغلالها كملاذات ومنطلقات للعمليات الإرهابية التي تستهدف القطاعات الأمنية والمدنيين. وأكد أن خطة التجريف ستؤمن 5 وحدات إدارية من هجمات ومخططات داعش، مبينا أن الخطة تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة قطعت الطريق أمام خطط الإرهابيين لتهديد حزام المدن ومحيطها. أكد قائم مقام سامراء محمود خلف أحمد دخول قانون سامراء عاصمة العراق الحضارة الإسلامية حيز التنفيذ، معلنا بدء تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقانون الشهر المقبل، مثمنا دعم محافظ صلاح الدين للمشاريع التي تخدم أبناء المحافظة. مشروع قانون سامراء دخل خلال هذه الفترة مرحلة جدا مهمة، وهي توزيع العمل على جميع الأعضاء بالإضافة إلى تشكيل اللجان الخاصة بإدارة هذا القانون. سبقها فتح حساب، وهذا أمر مهم جدا بعد تأخر لسنة كاملة، وتحويل المبالغ إلى هذا الحساب من أجل أن تتم المباشرة بدعوة الشركات خلال هذا الشهر والمباشرة بالعمل إن شاء الله خلال الشهر القادم. هذا مهم جدا حتى توصل رسالة للمواطن بأن القانون دخل حيز التنفيذ وأن اللجنة جادة بعملها وتقديم الخدمة لكل أبناء مدينة سامراء. السيد محافظ صلاح الدين وحكومة المحافظة بشكل عام تتعامل مع كل الأقضية والنواحي على يعني حد سواء بنفس الآلية. أكيد المشاريع اللي هي بالأساس مثبتة من قبل مجلس المحافظة تم اعتمادها والعمل عليها. اليوم طلبنا عندنا السيد المحافظ بأن تكون هنالك رؤية لكل رئيس وحدة إدارية المشاريع التي تخدم خلال الفترة القادمة تم تقديمها له، وحولت إلى مشاريع دعم الاستقرار وأيضا إلى مشاريع المحافظة خلال هذه السنة. أتمنى من المواطن أن يتعامل معنا كدوائر تنفيذية، لأن إحنا نعتمد على مواردنا المحدودة بالوقت الحاضر، من الممكن على المستقبل من ضمن تخصيصات القانون وتخصيصات المحافظة يتحول واقع مدينة سامراء الخدمي والعمراني إلى شكل أفضل إن شاء الله. نظم أصحاب المولدات الأهلية في مدينة تكريت وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء الضرائب والضمان الصحي، كما نشدوا الجهات المختصة بتوفير مادة الكاز مع انقطاع تيار المنظومة الوطنية لساعات كثيرة، محذرين من اضطرارهم إلى إطفاء مولداتهم نتيجة هذه المعوقات. وليد المدني حضر ميدانيا وأعد لنا التقرير التالي. يعاني أصحاب المولدات في صلاح الدين بصورة عامة وفي مدينة تكريت
كثيرا من المعوقات التي تصادفهم لتشغيل المولدات الأهلية، حيث قلصت وزارة النفط من الحصص المقررة لأصحاب تلك المولدات. ما تفضلت يعني إلغاء الضريبة والضمان، ويعني ينطون السعر كل شهر، السعر غير شكل، والكهرباء يعني دا تشوفوها كلنا احنا ساكنين بهاي المحافظه كهرباء ماكو، يعني لو مال المولد يعني تكريت يعني مظلمه، ماكو فشي بديل، يعني الكهرباء دا تجي من الصبح لليل، يا لو تجينا ساعه ونوبات يوم كامل ما تجي الكهرباء. زين المحاربين على هاي العيشه شنو يعني؟ هو المولد شنو اللي قاعد يقضب؟ قاعد يقضب 600 الى 700 الف دينار بمشغل، بغاز، بدهن، بعطل، يعني ما اعرف محاربين على هاي. صار فتره كهرباء نهائيا ما باليوم تجي ساعه ونص، وما تجي بوقت الاستراحه او تجي الفجر. فاحنا بنشغل تشغيل يوميه 11 ساعه بنشغلها او 10 ساعات، بما لحد الان احنا مشغلين 300 ساعه. نعم. اذا تجي تضرب على الساعه تطلع 18000 امبير اذا على التوقيتات وعلى اللجنه اللي طلعت علينا. هاي شغله. الشغله الثانيه يعني ليش ضرب على المولدات؟ المولده هي اهليه اولا، ثانيا هي خدمه عامه خدميه. زين ال 55 دينار ما تكفي، يعني ما تكفي، والمواطن ما يدفع، يعني من تقول له 17 يقول لك ايش دعوه، ما يدفع، يعني المواطن ما يدفع لك دينار فوق ال 10000 او 12000، ما يقبل يدفع المواطن. زين الضريبه ايش قد والضمان؟ الضمان كل شهر 60 الى 65000 دينار. وقد هدد اصحاب المولدات في تكريت من الاطفاء العام للمولدات اذا لم تكن هناك حلول سريعه من قبل اداره المحافظة. أبو الكهرباء هنا دا يضرنا أخي، أنت لازم تنطي ساعات الإطفاء مالتك حقيقية حتى يخصصونا الغاز أكثر. يعني هم ينطون هسه، أنا على سبيل المثال أنا هذا الشهر بعد ما خلاص أنا اليوم صارف 38 برميل أنا صارف، عفنا من 38 برميل، هم الدولة دا ينطون 4 براميل بس، وأنا الباقي أشتري تجاري. ومنت ما محلفني تجاري، أنا البارحة منزل لحد البارحة 40 برميل على 130 135، والبارحه صعد صار 145 تجاري. والمولد انا كله حملي 600 امبير وتحسبها. الاخوان يمكن ما تطرقوا عليها، ترى الزيوت زادت هسه مع زياده الدولار كليتها هسه، فهذا موضوع مهم جدا. اضافه الموضوع، المسؤول ابو الكهرباء من ينطي كلام يقول اني انطي مثلا 3 ساعات بالنهار و3 ساعات بالليل، يجب ان يلزم ب3 ساعات بالليل و3 ساعات بالنهار. قد يؤثر الاطفاء الاجباري من قبل اصحاب المولدات على المتاجر والمحلات والمولات، لا سيما هناك كثير من الطلبه اعتمادهم الاساس على مواصله الدراسه في التعليم الالكتروني. وليد المدني، صلاح الدين، الفضائية. طلب أهالي مدينة تكريت الجهة المختصة باتخاذ إجراءات سريعة لإيقاف حالة التجاوز على المساحات الخضراء، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة شملت أغلب الأحياء السكنية بالمدينة، حيث قام المتجاوزون ببناء دور سكنية عليها، ما يستدعي الوقوف على هذه الحالة من خلال تفعيل القانون ضد هؤلاء، وبما يحفظ حقوق العامة والخاصة ويحسن الواقع البيئي في تكريت. تشهد مدينة تكريت انطلاقة كبيرة من تنفيذ المشاريع الخدمية بمتابعة وإشراف من محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل، حيث تتواصل الأعمال البلدية في قص وحدل الشوارع في حي الجامعة تمهيدا لعملية تبليطها وفق أفضل المواصفات الفنية، كما تتواصل أعمال تأهيل شوارع حي الزهور والتي وصلت إلى مراحل متقدمة، فيما تستمر الأعمال بمجسر الدلة بوتيرة متسارعة، خصوصا وأنه يمثل صرحا عمرانيا في تكريت التي أبدى أبناؤها ارتياحا كبيرا لمستوى العمل الجاري في مختلف القطاعات.
تنفيذا لتوجيهة محافظ صلاح الدين، تتواصل أعمال تأهيل شارع بنت الحسن وسط قضاء بلد وفق أفضل المواصفات الفنية والهندسية، الأمر الذي يتطلب تعاون المواطنين لإنجازه ضمن المدة المقررة له. الزميل عبد الجبار مهدي زار موقع العمل وأعد لنا التقرير التالي. استمرار الشركة المنفذة لإعادة تأهيل شارع بنت الحسن عليه السلام وسط مدينة بلد في مراحلها الأولى لحفر المجاري وعلى طول الشارع المذكور، والأيام القليلة القادمة سيشهد الشارع مؤهلا بالكامل وفي المدة المحددة. يستمر العمل في تطوير وتأهيل شارع بنت الحسن، العمل إن شاء الله على إزالة الأرصفة لتنفيذ الكابل الضوئي، وبعدها إن شاء الله الأعمال الكهربائية وتطبيق الجرانيت. إن شاء الله يتم العمل بأسرع وقت ممكن، عازمون على أكمال المشروع أقل المدة المحددة للمشروع إن شاء الله. استنفرت جهود البلدية مدينة بلد لهذا المشروع اللي إحياء شارع بنت الحسن، ونتمنى من أصحاب المحلات التعاون معنا على مود إنجاز المشروع بأسرع وقت، وإن شاء الله نكمل المشروع ويصير فد شيء حلو، يعني في حلو نظامي، والبلدية هم مهتمة بلدية بلد هم مهتمة بالمشروع ويا الشركة المنفذة على مود ينجز المشروع بسرعة ممكنة. الأهالي طلبوا من الجهات المختصة بالإسراع بالعمل وإيجاد الحلول لأصحاب البسطيات وتوفير أماكن بديلة لأصحاب الدخل المحدود. المشروع احنا ندري به قبل أشهر وبدأ العمل به بداية هاي السنة من 1/1. المسؤولين وعلى رأسهم نائب المحافظ اجى هنا والمقاول مال المشروع، أكدوا أنه المدة إن شاء الله ما تتأخر، المدة هي 6 شهور. هم بدأوا تقريبا من بداية السنة من 1/1 ولحد الآن تقريبا شهر على العمل. احنا دا نشاهد انه يعني العمل مستمر ماكو توقف، لكن اللي نتأمله انه تستمر وتيرة العمل للأخير، لان احنا اهل المحلات ايجاراتنا كلش غالية، وبالاضافة الى ذلك انه السوق مالنا يتأثر اذا عزل، فاحنا الخاسر الاكبر اذا يتأخر. احنا نتمنى من المسؤولين انه المشروع ينجز بالمدة اللي حدد بها. احنا نؤيد وبشدة هذا المشروع تطوير شارع بنت الحسن، بس احنا نطالب كأصحاب محلات كأصحاب بسطيات بالإسراع في هذا العمل، لان احنا أصحاب عوائل وأصحاب أرزاق، وهذا السوق يعني احنا منتشلين عليه وكلنا يعني أصحاب عوائل، فاحنا نطالب الجهات المعنية بهذا المشروع الإسراع بالعمل، ونشكر طبعا الجهات المعنية. استمرار الأعمال الجارية بشارع بنت الحسن عليه السلام وسط المدينة خدمة للصالح العام. من قضاء بلد عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. تواصل بلدية قضاء الطوس تنفيذ المشاريع الخدمية الموكلة إليها وبما يخدم أهالي القضاء الذين عبروا عن ارتياحهم الكبير للمتابعة المستمرة لمدير البلدية وحضوره الدائم لمواقع العمل. الزميل كروان زنجنا واكب الأعمال الجارية وأعد لنا التقرير التالي. دكتور مرعي رشيد مدير بلدية طوس يثمن جهود المحافظ وإدارة القضاء في إنجاح أعمال البلدية لدعمهم المستمر للبلدية طوس. نوجه شكرنا الأول والأخير لمحافظة صلاح الدين متمثلة بمحافظة الدكتور عمار جبر، وكذلك الأجهزة الأمنية ومسؤول الوحدة الإدارية لقائم مقامية قضاء طوس الدكتور حسن زين عابدين، مشكورة جهودهم جميعا من أجل إنجاح عمل البلدية. لله الحمد إحنا وضعنا خطة أول ما بديت بإدارة البلدية وتكليف السيد المحافظ لي بوضع خطة حددتها إلى 4 جوانب فنية إدارية بيئية وجمالية. إحنا أول خطوة هي تقديم الخدمات، لله الحمد قدرنا نقضي الآن يعني الحمد لله نحس بهذا العمل. صار أكثر من شهر إنه البلدية سيطرت المدينة نظيفة، نقول 100% الواقع البيئي. طبعا الواقع الإداري الحمد لله الجانب الإداري مستمر بعمله، وعندنا اتجهنا إلى الجانب الجمالي المتمثل بتشجير. عندنا مداخل المدينة بحدود 4.5 كيلوات، أيام القليلة جدا راح نبدأ بها. أيضا عندنا مشاريع التبليط، عندنا 4 مشاريع انجزت 4 مناطق 100% إن شاء الله باقي على الاستلام مالها، وعندنا 3 مشاريع مشروع السايدين الرئيسي إن شاء الله عن قريب جدا، يعني ما نقدر نحدد بس نقول عن قريب جدا راح يبدي تبليط المرحلة الأولى. بمتابعة ميدانية وأعمال مستمرة وبجهود مشتركة تشهد طوس تقدما في مجال البلدية وتقديم الخدمات للمواطنين القضاء. والله بصراحة البلدية ما مقصرة، يعني شهادة لله
يعني احنا من اجى دكتور مرعي استلم البلديه يعني شغلهم ليل نهار بدون توقف، بس مشكلتنا هذا الشارع، وهذا الشارع ندري بانه ما تابع للبلديه بس باشراف البلديه. اتمنى انه يخلص هذا الشارع، دخلنا بالسنه الثالثه والحدث يعني احنا نتامل انه الاعمار يستمر والبلديه تستمر بنشاطها. والله ما شاء الله يعني جاي يشتغلون دكتور مرعي، يعني احنا نشكره يعني طبعا جدا جدا، يعني ما شاء الله نشوف ما شفناه بالقاطر يبات وهاي جاي يشتغل مثل يعني مثل العمال، ويعني يساعد الناس بالشغل وهاي، يعني الشغل مالته يعني مبين. يعني لفضائية صلاح الدين، كاروان زنقنا، قضاء طوز. أكد الصيدلاني عمر صباح شفيق معاون مدير عام صحة صلاح الدين للشؤون الإدارية إكمال الاستعداد لاستقبال لقاح كورونا من خلال استحداث مركزين، الأول يغطي المناطق الجنوبية والآخر المناطق الشمالية للمحافظة. كما زار معاون مدير عام صلاح الدين مستشفى الضلوعية للاطلاع على الخدمات العلاجية التي يقدمها للمواطنين، إضافة إلى مستشفى طوارئ الضلوعية. قيد الإنجاز. بخصوص الاستعداد دائرة صحة صلاح الدين لاستلام لقاح الكوفيد 19، تم استحداث مركزين أساسيين في المحافظة، أحدها لتغطية شمال المحافظة وتقع في مستشفى الطوارئ، والثانية في مستشفى سامراء لتغطية جنوب المحافظة، وأيضا هناك مركز ثالث احتياط في قضاء بلد. وتم تجهيز هذه المراكز بثلاجات الديب فريز من قبل الوزارة، ويعني حاليا استكملنا عملية التهيئة وبانتظار وصول اللقاح وتوزيعه للمواطنين. وتم زيارة مستشفى الضروعية وأيضا بناية القطاع والاطلاع على نواقص واحتياجاتهم، وأيضا تم زيارة مستشفى الطوارئ في الضلوعية وهو مستشفى قيد الإنشاء محال من قبل تنمية الأقاليم، وأيضا اليوم حاليا نزور المركز الصحي في البجواري الذي شمل يعني الذي تعرض إلى دمار واسع من قبل عصابات داعش، واليوم قامت صندوق إعادة إعمار العراق المنحل الكويتية بهدم وبناء المركز، والمركز حاليا في مراحل الاستلام والتجهيز لغرض افتتاحه للمواطنين ان شاء الله. بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نظيره الاردني اهميه تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وعمان في مجالات الاعمار ومحاربه الارهاب. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالح شعبي البلدين. وكان رئيس الوزراء الأردني قد وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية. شدد رئيس الجمهورية برهم صالح مع لجنة الأمن والدفاع النيابية على أهمية مواصلة الحرب على الإرهاب وغلق الثغرات أمام خلاياه عبر تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن الرئيس صالح استقبل لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة النائب محمد رضا الحيدر، وتم بحث المستجدات الأمنية في البلاد والحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد، حيث جرى تأكيد ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة لحماية أمن واستقرار المواطنين. أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي أهمية إكمال جميع مستلزمات الانتخابات تشريعيا وتنفيذيا، وشدد الجانبان على ضرورة خلق الأجواء المناسبة التي تمكن المواطن من الانتخاب دون أي ضغوط وضمان عدم تزوير إرادة الناخب وتوفير الرقابة الدولية على العملية الانتخابية. وناقش الحلبوسي والعبادي مجمل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الموازنة، مؤكدين أهمية عدم تأثر أصحاب الدخل المحدود بالإجراءات أو التعديلات التي تجرى عليها.
ذكر نائب رئيس لجنة الأقاليم النيابية النائب محمود الكعبي أن لجنته أنهت قبل نحو أسبوع اجتماعها مع محافظي محافظات غير المنتظمة بإقليم، كما أن هناك ورشة عقدت في مجلس الوزراء بمشاركة لجنتي الأقاليم والمالية والمحافظين لمناقشة تخصيصات المحافظات في الموازنة. وأكد الكعبي أن تخصيصات المحافظات قليلة جدا في الموازنة مقارنة بحجم التزاماتها، مبينا أن هناك بلورة لزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم وكذلك تخصيصاتها من البترودولار، فضلا على ضرورة إعادة الأموال التي تجبى من المرور والتربية إلى المحافظات وليس إلى خزينة الدولة. توقع النائب مضر الكروي التصويت على موازنة 2021 الأسبوع المقبل بعد حسم أكثر من 80% من أبوابها الهامة من قبل اللجنة المالية النيابية. وأوضح أن المشكلة الأكثر تعقيداً والتي لم تحسم حتى الآن هي ملف استحقاقات إقليم كردستان في ظل تباين المواقف اتجاه معالجتها، لكن الاجتماعات مستمرة ونأمل بالوصول إلى حلول تفضي إلى المضي بالموازنة وصولاً إلى مرحلة التصويت. وأشار الكروي إلى أن تغييرات جوهرية جرى وضعها في الموازنة، أهمها خفض الإنفاق الحكومي العام وإجراء مناقلات بالأموال بين الأبواب. تأخر إقرار موازنة عام 2021 وارتفاع سعر صرف الدولار أثر بشكل سلبي في الوضع الاقتصادي وحركة الأسواق التجارية، وكان المواطن البسيط هو المتضرر من هذه السياسة. تفاصيل أكثر في سياق تقرير مراسلنا في بغداد الزميل يوسف أنور. الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمواجهة الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على اقتصاد البلاد بصورة عامة، فما بين ارتفاع سعر صرف الدولار وتأخر رواتب الموظفين ناهيك عن الخروقات الأمنية، كلها أسباب أدت إلى توقف حركة الأسواق وعزوف المواطنين عن التبضع بسبب الأزمة المالية. والله يعني شيء أكيد، يعني هو ارتفاع سعر الدولار يعني معناها ارتفاع أسعار المواد، وارتفاع أسعار المواد على المواطن راح تخلي يقلل من الاستهلاك، مثل ما يقول جهد الإمكان راح يقلل الاستهلاك. نعم، تأخر رواتب شيء أكيد، يعني هاي مثل هاي تقدر تقول أنه بالتالي يعني سواء تأخر رواتب أو صرف الدولار راح تأثر على المواطن، المواطن العادي اللي دخله مثل ما يقول محدود وبسيط، لأن هسه كثير من الناس اللي دخلهم قلنا محدود ما تحت الطبقة الوسطى وجوه مثل ما يقول، أنه عنده تخوف من الوضع هذا، فيعني حاول بعضهم اللي مثل ما يقول قلل من استهلاكه حتى مثل ما يقول يدخر يعني بنسبة 50%. نعم، فقط يعني نتمنى من الحكومة أنه يعالجون مسألة سعر صرف الدولار يكون سعر ثابت. تأخر إقرار الموازنة كان سبباً آخر من أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والتي تسببت بشلل الحركة التجارية في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة، فضلاً عن البطالة التي يعاني منها طيف واسع من الشباب. شوف هسه الصعاد الدولار إذا صعد يعني عندك العالم ما يقدر يأخذ وتأخذ عندك على مدى الرواتب يعني العالم أكثرية الموظفين الدولة رواتب ما قاعدة يسموها شهر بشهر، كل شهرين يعني كل 3 أشهر، أكو ناس كل 4 أشهر، أكو ناس وصلت 8 أشهر ما لحد لا ما مستلمين. مثلا عندك هاي جماعة العقود الأجور اليومية على مدى الموازنة متأخرة ما قاعد يصرفون لهم رواتب. السبب بالدرجة الأولى أدى إلى ارتفاع الدولار وتأخر الرواتب أدى إلى البطالة بالسوق، فهذا السبب. لو نزل الدولار وانصرفت الرواتب بصورة صحيحة والانفجارات تكون قليلة ما موجودة راح يرجع العمل إلى حالته الطبيعية، فكثرة البطالة بسبب هذا السبب. اللي عنده فلوس ما راح يسوق، اللي قاعد يحتفظ بيه احتمال السوق راح يبقى يصعد، فإذا قرروا الموازنة وش اسمه اعتياد راح تأثر على السوق، راح يبدي السوق يشتغل. محاولات الحكومة لتقليل حجم التضخم في الموازنة العامة
من خلال رفع سعر صرف الدولار وفرض ضرائب إضافية أثقلت كاهل المواطن باعتباره أول المتضررين من هذه الإجراءات، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد في الأسواق ووصولها لمستويات قياسية أدت إلى تراجع القدرة الشرائية لأغلب المواطنين. من بغداد، يوسف أنور، قناة صلاح الدين. أعلن الكاردينال لويس ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك أن البابا فرانسيس سيلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني في مدينة النجف خلال الزيارة البابوية إلى العراق المقررة في آذار المقبل. وقال إن الزيارة ستكون خاصة وسيناقشان إطار عمل لإدانة كل من يعتدي على الحياة. وأضاف ساكو أنه يأمل أن يوقع الرجلان على وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي، وهي نص متعدد الأديان يدين التطرف وقع عليه البابا فرانسيس مع إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في شباط عام 2019 في أبوظبي. أوضح مدير الموارد المائية في محافظة ديالى مهند المعموري أن اعتماد المحافظة على بحيرة حمرين تصل إلى نسبة 90%. وقال المعموري أن المحافظة تعتمد أيضا بنسبة بسيطة على نهر دجلة عبر محطات ضخ منصوبة على طول ساحل النهر، وأكد أن قلة الأمطار وتجاوزات الفلاحين على الخطة الزراعية أدت إلى خفض مناسيب المياه في البحيرة، مؤكدا وجود أكثر من 350 ألف دنم ضمن الخطة الزراعية. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بعض المتورطين في جريمة ساحة الطيران. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بدر الزيادي إن خط وصول الانتحاريين في عملية ساحة الطيران كان مرصودا بشكل دقيق، مبينا أن أحد المنفذين الانتحاريين في ساحة الطيران أجنبي. وأكد الزيادي أن الأجهزة الأمنية أحبطت أكثر من 600 عملية إرهابية، وأن جميع الخلايا النائمة متابعة من قبل الاستخبارات العراقية. بدوره قال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أنه ليس هناك تراخٍ عند الأجهزة الأمنية كما يصور البعض، وأن ما حصل في ساحة الطيران خرق أمني لكن لا يعني عودة العمليات الإرهابية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسرور بارزاني يلتقي بالوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية ويؤكد استمرار المباحثات بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق والمستحقات المالية. والاتحاد الوطني يشير إلى أن الحوار مع المركز ما يزال معقداً. وتربية الإقليم تقترح استئناف دوام المدارس في شهر شباط بدلاً من آذار. وتوجيه تهمة لعراقي لضلوعه في قضية رشوة للحصول على ملايين الدولارات من عقود الجيش الأمريكي في العراق. وبيل غيتس محذراً الموجة التالية أقوى بعشر مرات من كورونا. وإيرادات قياسية لفيسبوك وأبل، والأخيرة تكسر حاجز 100 مليار دولار لأول مرة. أهلاً بكم من جديد. اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بالوفد المفوض مع الحكومة الاتحادية والخاص بمسألتي النفط والموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021. وجرى عرض آخر المستجدات فيما يتعلق بمسار المباحثات مع الحكومة الاتحادية. وأشار الوفد المفاوض إلى أن المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان بموجب الدستور. ومن المقرر أن يعود الوفد المفاوض إلى بغداد الأسبوع المقبل لاستئناف المباحثات مع الحكومة.
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسين نرمو استمرار وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة قوبات طالباني التفاوض مع بغداد بشأن موازنة الإقليم، مشيرا إلى أن الحوار مع بغداد ما يزال معقدا. وقال نرمو في تصريح صحفي إن وفد حكومة إقليم كردستان مستمر بحواراته في بغداد لغرض التفاهم حول حصة الإقليم من موازنة 2021. وأضاف أن هناك نصوصا تعجيزية لم ترد نهائيا في مشروع قانون الموازنة الاتحادية هي من تعرقل الاتفاق بين أربيل وبغداد، مبينا أن بعض الأطراف السياسية داخل اللجنة المالية اشترطت تسليم جميع إيرادات المنافذ الحدودية وكميات النفط المباع على أن تتكفل بغداد بدفع رواتب موظفي الإقليم والبشمركة وحصة الإقليم من الموازنة. ولفت نرمو إلى أن الجانب الكردي على استعداد لمواصلة بذل الجهود مع بغداد من أجل حل جميع الخلافات المتعلقة. اقترح وزير التربية في إقليم كردستان ألان حما سعيد استئناف الدوام الرسمي في المدارس في شهر شباط المقبل بدلا من مطلع شهر آذار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن اللجنة العليا للوزارة ستجتمع في الثاني من شهر شباط المقبل بهدف أن تتمكن من إعداد آلية لإعادة استئناف الدوام في المدارس. وأضاف أن الموقف الوبائي للإصابات بكورونا جيد جدا، واكتسب أغلب المرضى من التدريسيين والمعلمين والطلبة الشفاء التام، مردفا بالقول إن استمر الوضع على هذا المنوال فإننا في وزارة التربية نقترح تقديم موعد استئناف الدوام في المدارس قبل تاريخ الأول من آذار المقبل، مضيفا أن توصية وزارة الصحة إلى اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا في هذا الإطار وما تقرره الأخيرة وفق ذلك سيتم العمل به. وجهت الولايات المتحدة اتهامات لرجل بريطاني مولود في العراق بولاية نيوجيرسي بضلوعه في قضية رشوة للحصول على ملايين الدولارات من عقود الجيش الأمريكي في العراق. وفقا لما أعلنه مكتب الادعاء العام في الولاية، فإن هناك ترجيحات بحصول المتهم شون المولى وشركائه على معلومات سرية لضمان تقديمهم في العطاءات المقدمة للفوز بالعقود، وأنهم دفعوا أكثر من مليون دولار كرشوات بين العامين 2007 و2009 لأحد الموظفين في فيلق القوات البرية الأمريكية الهندسية، والذي كان متمركزا في تكريت العراقية. وتشمل الدعوى سبعة تهم بتزوير المعاملات المالية وتهمة في التآمر في دفع الرشاوى، وتحمل كل تهمة بالتزوير حكما بالسجن لمدة 20 عاما في حال ثبوت الإدانة. اعتبر مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة الملياردير الأمريكي بيل غيتس إن الموجة التالية التي سيواجهها العالم قد تكون أقوى بعشر مرات من تلك التي تسبب بها فيروس كورونا. وقال غيتس في مقابلة صحفية: لسنا مستعدين للجائحة التالية، آمل في أن هذا الوضع سيتغير بعد عامين، هناك الكثير ما يمكن القيام به بما في ذلك تطوير اللقاحات والفحوص والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة، علما أنه سبق لغيتس أن تنبأ بأن وباء سيجتاح العالم في 2016. وتابع غيتس محذرا أن هذا الوباء مرعب لكن التالي قد يكون أسوأ بعشر مرات، مشيرا إلى أنه تبين أن النظام اللوجستي في العالم الغني أكثر تعقيدا مما كان يبدو سابقا، كما لفت غيتس إلى أن صبر الناس بالتأكيد على وشك النفاذ، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في ظروف أصعب ولا يمكنهم ضمان دراسة أطفالهم عن بعد، مضيفا العودة للحياة الطبيعية سيتطلب عاما كاملا على الأقل. أعلنت شركة أبل تحقيق مبيعات وأرباح فصلية تجاوزت توقعات وول ستريت، إذ دعمت هواتف آيفون الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس إيراداتها إلى مستوى قياسي، وأدت إلى زيادة المبيعات في الصين بنسبة 57%. وشحنت أبل هواتف آيفون 12 بعد أسابيع من الموعد المعتاد، لكن وفرة الطراز وهيئتها الجديدة استفادت من الطلب على شراء هواتف أحدث، لا سيما في الصين، كما سجلت الشركة مبيعات فصلية قوية لحاسبات ماك المحمولة وأجهزة آيباد اللوحية بدفع من العمل والدراسة واللعب من المنزل خلال فترة وباء كورونا.
وارتفعت إيرادات أبل في الربع المنتهي في ديسمبر كانون الأول إلى 111.44 مليار دولار، وسجلت مبيعات هواتف آيفون 65.60 مليار دولار، وتجاوزت رقما قياسيا حققته قبل 3 أعوام. كما ارتفعت أرباح فيسبوك بنحو 53% بأكثر من التوقعات في الربع الرابع من العام الماضي، مع زيادة قوية في أعداد المستخدمين النشطاء، وسجلت صافي أرباح بقيمة 11.21 مليار دولار في 3 أشهر المنتهية في كانون الأول، مقابل 7.34 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2019. وقالت الشركة إنها استفادت في العام الماضي من التحول نحو التجارة والمنتجات عبر الإنترنت أثناء الوباء، لكنها حذرت من أن هذه الاتجاهات إذا انخفضت ستكون بمثابة رياح معاكسة لنمو عائدات الإعلانات. تذكير بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يطلق حملة إعمار واسعة في ناحية الحاتمية ضمن استراتيجية توظيف المال العام لخدمة المواطن. محافظ صلاح الدين يحدد أولويات وأماكن السيطرات النموذجية ويعد الجهد الاستخباري خياراً مركزياً لإفشال مخططات داعش. حملة كبيرة في صلاح الدين لتجريف وتطهير الجزر الوسطية بنهر دجلة ودخول قانون سامراء عاصمة للحضارة حيز التنفيذ. اتفاق عراقي أردني على الشراكة الاستراتيجية للإعمار ومحاربة الإرهاب، وتوقعات بتصويت البرلمان على الموازنة في الأسبوع المقبل. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة صلاح الدين، ألقاكم على خير.